نقرب من الصورة بشكل أكبر وأدق. خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي واللي متواجد في استاد مختار التتش بالجزيرة عشان يقول لنا كل الأخبار والكواليس الخاصة بتدريبات النادي الأهلي اليوم. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميل أمير، أهلا بيك وأهلا بكل فريق قناة الأهلي. طمنا يا كريم، الأخبار عندك إيه؟ يمكن طبعا حاله حزن اكيد كبيره جدا كانت على لاعبي النادي الاهلي، وطبعا كانت الظروف اللي فاتت زي ما انت اكدت وقلت للكابتن محمد يوسف بالفعل بعد توليه القياده الفنيه. كريم حاول تتحرك كده يمين او شمال عشان نسمعك كويس، الصوت مش واضح. كريم طب نحاول نعود الاتصال بزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي عشان عايزين نعرف في الحقيقه كل الاخبار الجديده هناك في التدريبات والامور ماشيه ازاي. طيب خلينا نروح للموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي بيقول فتح الحجز الالكتروني لمباراه الاهلي واطلع بره، وده خبر في الحقيقه مهم. يعني الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي اكد على فتح باب الحجز الالكتروني اونلاين لتذاكر مباراه الاهلي وفريق اطلع بره بطل جنوب السودان في اياب دور ال 64 لبطوله افريقيا بدايه من الثانيه 10 صباح الاثنين وحتى الثانيه 10 من صباح الاربعاء المقبل. واوضح المدير التنفيذي انه يمكن للساده حاملي بطاقه الجمهور حجز التذاكر التاليه: درجه موحده، درجه اولى يسار، مقصوره اماميه، وذلك من خلال الرابط التالي، الرابط اللي هو ticketing.ahliegyptfans.com، وتحدد مبلغ 30 جنيها للدرجة الموحدة و100 جنيه للدرجة الأولى يسار و200 جنيه للمقصورة الأمامية. المباراة طبعا مباراة الأهلي واطلع بره تقام يوم 23 من أغسطس الجاري على استاد الجيش ببرج العرب، وانتهت مباراة الذهاب زي ما حضراتكم عارفين بفوز النادي الأهلي بنتيجة 4-0. ده أيضا كان خبر مهم عشان الراغب إن هو يحضر هذه المباراة في استاد الجيش ببرج العرب يوم الجمعة إن شاء الله يلحق يحجز تذاكر هذه المباراة. رجعنا كريم مرة ثانية، يا كريم أهلا بيك من جديد، طمنا آخر الأخبار عندك. بعتذر طبعا لكل الساده المشاهدين، بكملك طبعا زميلي امير. زي ما احنا عارفين الايام الماضيه وبالتحديد اليوم الامس كان راحه بالنسبه للفريق للنادي الاهلي، لكن زي ما باكد لك كابتن محمد يوسف القائم باعمال المدير الفني اجتمع مع لاعبي النادي الاهلي والتاكيد كان على المرحله القادمه. يا امير خلاص يمكن الشرط حصل وخرجنا من الكاس، خلاص نقول قدر الله ما شاء فعل. المرحله القادمه عايز اكلمك كمان على الجانب الاخر، سواء الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره او اسماعيل في اجتماعات مستمره للوصول لفني جديد بشخصيه النادي الاهلي بطموحات النادي الاهلي، يكون في ارتباط كبير كالعاده زي ما احنا عارفين بين الجمهور وبين اللاعبين. كل ده ان شاء الله باذن الله بنتمنى انه يكون في اسرع وقت زميل امير قبل انطلاق الموسم الجديد. لكن بشكل عام النهارده اول تدريب للكابتن يوسف، شايف بعض اللعيبه كده ما بتشاركش في التدريب امير، يعني شايف الشناوي بيجري منفرد، محمد هاني بيجري من الواضح ان بعض اللعيبه عندها بعض الاجهاد العام زي ما بنسال على طول اللعيبه اللي بتتمرن بشكل فردي بيقولوا ان بعض اللعيبه عندها اجهاد عام، لكن التدريب بادئ في مجموعتين في هذه اللحظات. الكابتن يوسف اكيد النهارده مش هيبقى في تدريب تكتيكي كالعاده، النهارده هيكون في تدريب نقدر نقول نوعا ما في جزء خططي بسيط جدا، لكن غدا وبعد غدا يكون تدريبات كلها مكثفه بالنسبه للتكتيك. كل الامور ان شاء الله باذن الله تكون مع النادي الاهلي ومع الكابتن محمد يوسف، المسانده امير مطلوبه جدا والدعم مطلوب من كل جمهور النادي الاهلي في هذه المرحله. احنا بالاكيد يعني المساعده للكيان ليس الاسماء فقط لا غير، مرحله مهمه ومرحله صعبه، لكن خلاص النادي الاهلي قدر ان هو يخلي الكابتن محمد يوسف كمدير فني مؤثر. ان شاء الله كلنا ورا النادي الاهلي ورا الجهاز الفني بالكامل. مباراه بطل جنوب السودان باذن الله ان شاء الله النادي الاهلي يستمر في سلسله الانتصارات، ادى مباراه اكثر من رائعه خلال المباراه الاولى بحضور جماهيري كان ليه كلمه السر، بناكد كمان على مباراه العوده ان شاء الله باذن الله في استاد برج العرب يكون فيها نفس الحضور الجماهيري وتكون كلها مسانده وكلها دعم وتحفيز لفريق النادي الاهلي. على الجانب الاخر كمان اقدر اقول لك ان سعد سمير بيواصل التاهيل، محمد محمود بيواصل التاهيل، شريف اكرامي ده عايز اتكلم عليه معاك يا امير، اتفضل. النهارده شايفين شريف اكرامي بيتدرب بشكل قوي جدا مع الكابتن طارق سليمان، كلها تدريبات بالكره، واضح ان شريف خلاص دخل في المرحله النهائيه للوصول الى التدريبات الجماعيه ان شاء الله من جديد خلال الايام القادمه. اخر الشهر ان شاء الله يا امير يشترك شريف اكرامي في التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي. انا معاك يا زميلي امير لو في اي استفسارات. المحاضرات، هل في محاضره قبل المران مع من الكابتن محمد يوسف يا كريم مع اللاعبين خصوصا بعد الهزيمه في المباراه الاخيره؟
بالتاكيد يا امير، كان في محاضره كلها تحفيز وكلها حديث عن المرحله القادمه والمباراه القادمه، ولابد يكون في غلق تام لكل ما حدث خلال الايام الماضيه، منها مباراه بيراميدز، منها رحيل المدير الفني السابق مستر مارك لاسارتي، كابتن محمد يوسف قال لابد ان يبقى في غلق نقفل على نفسنا بشكل كبير. المرحله اللي جايه محتاجه تركيز من كل لعيبه النادي الاهلي، محتاجه انكار ذات كبير جدا. ده الكلام اللي كان بيقوله الكابتن محمد يوسف لكل اللاعبين، واكيد الدور الكبير على اللعيبه الكبار داخل المستطيل الارضي للنادي الاهلي، عاشور، اكرامي، مش عايز انسى طبعا كل اللعيبه، احمد فتحي، وليد سليمان، كل اللعيبه دي ليها دور كبير. وان شاء الله يعني باذن الله المباراه القادمه مباراه بطل الدور من جديد يسعد جمهور النادي الاهلي، ومنها ان شاء الله في البطوله حلم ان شاء الله على النادي الاهلي هذا الموسم باذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا.